حشد اللي قلبه صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم بنطلع عليكم بآخر أيام الشهر الكريم، شهر الخير والمحبة والسلام، شهر رمضان المبارك. من مقهى المكتب كل يوم بنطلع عليكم بتمام الساعة 10 صباحا. تحيتنا الدائمة لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم، وإن شاء الله كل عام وجميع أهالينا بألف خير، كل عام وسوريا بألف خير، وينعاد على الأمة الإسلامية كل عام وجميع اللي عم يتابعونا بألف خير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. نسيتي نور، ما ماشي. صباح الخير لك نور، وصباح الخير كمان لكل مشاهدينا. نحن اكيد على مشارف عيد الفطر السعيد، نتمنى يعم الخير والسلام على سوريا واهلها وعلى حراس الامان ابطال الجيش العربي السوري. محطات متنوعه لليوم بين النشاطات المجتمعيه والفنيه وايضا الصحه ومواضيع رح اكيد نفصلها بحلقتنا لليوم، لكن بعد الفاصل. بداية رحلتنا الصباحية لليوم نبتديها بجولة على أبرز الأخبار المنوعة، والبداية مع إضافة علماء الفلك مؤخرا 219 مرشح إلى قائمة متزايدة من الكواكب خارج المجموعة الشمسية، من بينها 10 قد تكون مماثلة تقريبا لحجم ودرجة حرارة الأرض، ما يعزز فرص وجود حياة عليها. وعثر العلماء على الكواكب المرشحة في دفعة نهائية من عمليات رصد التلسكوب الفضائي التابع لناسا لنحو 200 ألف عينة للنجوم في مجموعة الدجاجة النجمية. ليا بننتقل لخبرنا التالي والى عالم السوشيال ميديا، فقد يحتفل تطبيق انستغرام بارتفاع عدد مستخدمي خاص القصص الى 250 مليون يوميا في نيسان الماضي. كما اعلن التطبيق عن طرح خيار مشاركه تسجيل فيديو البث المباشر الخاص بالمستخدم الى قصص انستغرام، وبمجرد انتهاء البث يمكن مشاركه اسفل الشاشه لاضافه تسجيل الفيديو الى قصص الانستغرام. بدنا ننتقل هلا لخبرنا التالي، يمكن فينا نقول المتى العيش كثير بتشوف كثير، بينطبق على هالخبر. فقد قضى طلاب في اندونيسيا وقت فراغهم في اللعب في بكره القدم، ولكن هذه المره استبدلوا الكره التقليديه بجوز الهند المشتعل. خلونا نتابع. We'll be right back.
نور، على ما يبدو أنه أخبارنا لليوم بتحمل نوع من الغرابة، وخبرنا هلأ من روسيا، فقد استوحى مصممو من ألعاب سبينر شكلا مميزا، تكونت أضلاعه من أنصاف ثلاث سيارات قديمة. أكيد لا يتم توصيل مقدمات ثلاث سيارات لدى بعضها ببعض ليبدأ هذا الجسم بالحركة والدوران عندما تبدأ السيارات الثلاث بمحاولة التسارع. خلونا نتابع. كثير من الأحداث يلي عم تتسجل اليوم ممكن تكون حكايتنا بالمستقبل، لكن خلونا هلأ نبقى سوا مع مجموعة من الأحداث والتواريخ يلي شكلت حكايتنا لليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1497، جون كابوت يهبط بجزيرة نيوفولندا الكندية ليكون أول مستكشف أوروبي بعد الفايكينج ينزل بهذه المنطقة من أمريكا الشمالية. في عام 1529، التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1883، فيكتور هيس عالم فيزياء نمساوي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936. وفي العام 1927، مارتن بيرل عالم فيزياء بولندي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995. وفي العام 1987، ليونيل ميسي لاعب كرة قدم أرجنتينية. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2000، حنا بطاطو مؤرخ فلسطيني. وفي العام 2012، يوسف داوود ممثل مصري. صباحنا للسبق أول، ويمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. إيماناً بقدراتهم في بناء الغد ضمان مستقبل سوريا بعلمهم وموهبتهم بيمتلكوا أدوات الغد، توجهت محافظة دمشق بالتعاون مع نادي المحافظة لأطفال محافظة دمشق بمشروع بكرة لنا. هذا المشروع بيعتبر هو خطوة رائدة لاكتشاف المواهب ورعايتها بطريقة علمية متخصصة وإيجاد أجيال قادرة على البناء، وقد انتهى المشروع من المرحلة الثانية، وأكيد هلأ عم يحضروا لإطلاق المرحلة الثالثة. للوقوف أكثر على هذا الموضوع بسنة نرحب بالاستوديو معنا اليوم بأليسار الحجلي من اللجنة التنظيمية بمشروع بكرة إلنا، وهاني المحاسني أيضا من اللجنة التنظيمية. صباح الخير أليسار. وصباح الخير هاني. صباح الخير سادة. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الشعب العربي السوري. يسعد صباحك خير يا رب ويسعد صباحك. وانتو بألف خير. قبل ما نحكي عن المراحل المشروع، خلينا بالبداية نعطي لمحة سريعة للمشاهدين، شو هو مشروع بكرة إلنا؟ تمام. مشروع بكرة إلنا هو مشروع وطني تنموي بامتياز. بالتعريف الأساسي للمشروع هو مشروع تنمية ورعاية مواهب أطفال سوريا. يوم نقول مواهب أطفال سوريا، أطفال سوريا بدون أي حدود،
كل أطفال سوريا على مختلف الشرائح على مختلف الطوائف، ما في شيء بيفرقهم، كلياتهم سوا ضمن هذا المشروع اللي عم يكون فيه أهداف كتير كبيرة ليجمعهم سوا، ليكونوا دايما سوا على الشيء اللي دايما متعودين عليه كشعب سوري اللي هو التميز والإبداع. عم نخلي هذا الطفل يكون عنده أكثر حب للمستقبل أكثر لأنه يرسم طريقه صح. فمشروع بكرة قلنا عم بيقدم هي الفرصة الحلوة للأطفال إنه هن في طريق جميل، في طريق مبدع عم يمشوا عليه، وإن شاء الله يا رب نقدر نوصل لكل أطفال سوريا، لعشرين ألف طفل سوري إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، نحن أكيد نتمنى يتم هذا الشيء. هاني، المشروع بلش بمرحلة أولى، واليوم نحن مع بعض عم نختم وعم نكرم يلي تعبوا بالمرحلة الثانية. خلينا نحكي كيف تم انتهاء المرحلة الأولى وكيف تم التقييم وكيف يمكن صعدنا درجة للمرحلة الثانية. تمام، نحن اليوم مشروع بكرة قلنا طبعا كان له مرحلته الأولى مثل ما حكينا، انطلق بأقسام محددة لمشروع بكرة قلنا، أقسام خاصة بالأطفال يلي هي بتشد الأطفال أحيانا مثل الموسيقى، الرسم، التمثيل، الرقص، كان في أقسام كتير مهمة عم تكون قدام الطفل السوري. اليوم بمرحلتنا الثانية كان في عنا كمان نفس الأقسام ولكن زدنا عليها قسم اللي هو قسم الإعلام، كان قسم كتير مهم حنحكي عنه بعد شوي. موضوع كتير كان مهم بأنه نحن نحافظ على هذا الطفل السوري. كان مشروع بكرة قلنا هدفه الأساسي هو موضوع الحب الوطن. لازم نعلم الطفل طبعا الشيء اللي ما بيتساوم عليه اللي هو حب الوطن، الحفاظ على خيراته واحترام رموزه. دائما لازم الطفل يكون في عنده هاي الثقافة المرسخة بذهنه، بالإضافة لعدة تفاصيل تانية مثل اللي احنا ما بنحكي عن موضوع فينا نخلي مثل ما قلنا حب الوطن، الحفاظ على رموزه، الحفاظ على خيراته واحترام رموزه، يخلي الطفل يآمن بعيشه المشترك عن طريق أدواته ووسائله، تميزه هذا المكان اللي هو عم يتدرب فيه يتعلم فيه، إنه هذا المكان ما هو مخصص لطفل واحد، هو مخصص لكل الأطفال اللي من عمره أو من جيله بكاف بمختلف طوائفهم بمختلف انتماءاتهم بمختلف كل تطلعاتهم ورؤاهم. طيب خلينا نحكي بالمرحلة الأولى مثل ما قلت ما كان في قسم للأعلام، بالمرحلة الثانية صار في قسم. خلينا نحكي عن تفاعل الأطفال مع هيدا القسم، قديش لقيتوا في تفاعل وقديش مهم فعلا اليوم لو كان عندنا يمكن أطفال بأعمار كتير صغيرة بس فعلا نفهمهم شو هو الإعلام، خصوصا ضمن ظروف الحرب اللي عم نعيش قديش في عنا إعلام وتضليل إعلامي بيكون. هلا قسم الإعلام هو قسم دخل على مشروع بكرة قلنا بناء على ملاحظات من مشروع بكرة قلنا، من مشروع ملاحظات الأطفال. كان عم يلاحظ دائما أن الطفل بحاجة لأنه هو يظهر، بحاجة لأنه هو يطلع يعبر عن رأيه، بحاجة دائما لأنه هو في عنا هاي الخامات، الأطفال في عنا الخامات الصوتية جيدة، في عنا الخامات المبدعة الفكرية. استضفنا بعضها ببرنامج صباح الخير، تفاجأنا بهي المواهب. تماما، في عنا هاي الخامات الفكرية اللي هي قادرة أن تحضر شيء إعلامي، قادرة أنه تظهر على الكاميرا، ولكن هي بحاجة شوية تدريبات طبعا دائما عم تكون. فكان إدخال قسم الإعلام هو قسم كتير مهم لحتى يكون الطفل قادر يعبر عن رأيه. اليوم بدنا نوصل مع الأطفال لمرحلة أنه لازم الطفل يكون قادر على أنه يوقف قدام كاميرا، قادر على أنه هو يعبر عن رأيه، قادر على أنه هو يعرف عن اسمه، عن شخصيته، عن دراسته، عن موهبته، بدون ما يكون خجلان. هو بيعرف أنه وراء هاي الكاميرا في ملايين الأشخاص عم يتابعوا، ولكن هو قادر على أنه يواجهها بقوة. نعم. أليسار، خلينا هيك شوي نروح معك ونحكي. أكيد بس بالأول اسمحي لي وجه تحية لكل حدا عم يشتغل بمشروع بكرة إلنا، لكل حدا تعب من أول خطوة لحد الآن كرمال يمكن كرمال سوريا وكرمال أطفال سوريا. ولكن خلينا شوي نفوت بالكواليس، يعني في كتير أطفال يمكن ظلمتهم الحرب، ظلمهم الوضع بسوريا، صار عندهم حالة نفسية صعبة، هن عندهم موهبة ولكن يمكن في شيء، يمكن طلعوا من بيوتهم، يمكن شافوا مشاهد قدامهم ما كان لازم تنشاف. هدول الأطفال كيف عم يتم معالجتهم؟ كيف عم يتم يمكن احتضانهم لحتى هن يكونوا أو يلتهوا أو يطلعوا هاي الموهبة اللي جواتهم؟ يوم نحكي عن مشروع بدي بحب وعم يهدف لحب وسلام وليجمع الكل على جمعة وحدة ولمة وحدة اللي بتعبر عن كل شيء إنساني بعيداً عن كل الخلافات وبعيداً عن كل فينا نقول الأحاسيس اللي ممكن نشعر فيها الإنسان من لؤم، من بغض، من حقد إلى آخره. مشروع بكرة قلنا فعلاً هو بعيداً عن أنه هو بس مشروع،
هو لا هو مثل ما حكينا هو جمعة حب، هو لما لتجمعنا كلياتنا كسوريين من أصغر حدا بالمشروع لأكبرون. ما في عنا هي القيود تبع أنه الطفل غير المدرب أو الطفل غير العامل بالمشروع بكرة لنا أبدا، نحن كلنا سوا عم نشتغل على هذا الهدف الأساسي، نحن نحب بعض، نحن نكون دايما مع بعض، نحن والأهم إنه والأهم إنه شغلكم ميداني، يعني شغلكم كله مع الأطفال، في شيء عملي في شيء قد عم نكون نحن عم نشعر بحب وبسعادة يوم نحن كمدربين عم نقدم يمكن فيني أقول نتاج خبرات عبر الزمن، يعني من دراسة من معلومات أخذناها من كل شيء تدريبات حصلنا عليها عم نقدمها لهذا الطفل، اللي هذا الطفل عم ينقل هي الصورة الحلوة اللي إنه نحن كأطفال نحن بكرة قد رح نكون فعالين بالمجتمع. أكيد بالنسبة للشكر بدنا نتشكر كل القائمين على مشروع، جميع القائمين على المشروع لأنه في جهود كثير كبيرة يمكن ما عم يسلط الضوء عليها، في كثير فرصة حلوة تماماً جهود مجهولين تماما، فرصة حلوة لنا لنقدر نحن مثل ما حكينا انه نحن هي الفرصة نقدمها، انه نحن عندنا شيء حابين نقدمه وهذا الشيء مرسوم من جمال، مرسوم بعيدا عن كل المصالح الشخصية لنا. بدنا نتشكر اكيد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان الداعم الاول والاخير لمشروع بكرة لنا اللي عم بيكون دائما لنا وهمه الاول والاساسي هنا الاطفال. الاطفالنا كثير حلو يوم عم بيبادلونا هذا الحب، عم بيبادلونا الأمل بالمستقبل، إنه نحن عم نشوف فيهم وعم نشوف بعيونهم الجمال وعم نشوف فيهم هي القوة، نحن عم نستمد منهم عم نعطيهم قوة وعم نستمد منهم القوة بنفس الوقت. يمكن عم تتفاجئوا بالمواهب مثل ما قلتي والقوة الموجودة عند الطفل، يعني في ظروف صعبة وظروف حرب عم نعيشها بس فعلا في مواهب عم تحسسك إنه عن جد بكرة لنا وبكرة أحلى. في كثير من الأطفال عم نتفاجئ بالمواهب، بقسم الإعلام استضفنا ببرنامج صباحنا غير بعض الأطفال، فكثير مهم نركز على أطفالنا اليوم لأنه هن نواة المستقبل، يعني هن فرسان الغد. خليني نحكي عن الحفل المتميزين اللي قمتوا فيه قسم الإعلام، كيف كان هيدا الحفل؟ كيف كانت المشاركة وتفاعل الأطفال معكم؟ هيدا الحفل تم التنسيق له، هو عبارة عن حفل تكريم للمتميزين اللي كانت نتاج عن تقييم قسم الإعلام. عندنا نحن خمس أقسام بمشروع بكرة إلنا مختلفة، قسم الرياضة، قسم الفنون البصرية، قسم الموسيقى، قسم الإعلام. هاي الأقسام كل قسم منها كان إلى مرحلة تقييم. المرحلة التقييمية تم تقييم الأطفال وتم تقييم تقريباً عددهم قد إيه إذا بدنا نقول؟ نعم العدد قد إيه تقريباً؟ هلا العدد اختلف من قسم لآخر. بالنسبة للإعلام كان عندنا نحن تقريب 50 طفل مميز اللي كانوا نتاج عن تقريب 130 طفل تم اختبارهم مع المدربين أكيد بإشراف لجان متخصصة. الخمسين طفل هذول تميزوا وفعلا كان عندهم مواهب مبدعة ومواهب خلاقة، شفنا عندهم شيء كتير حلو، عندهم الجرأة، عندهم الثقة، عندهم القوة، عندهم المعلومة اللي هي أكيد أقوى سلاح نحن فينا نحارب فيه، فهذا الشيء كتير بيشجع وكتير مثل ما حكينا نتاج حلو للمشروع. فبهذا الحفل اللي أقمناه ضمن منشأة النادي نادي المحافظة تم دعوة أهالي الطلاب المتميزين والأطفال المتميزين لا تكريمهم، التكريم كان من قبل المحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان. تم الحوار مع الأهالي عن مرحلة الرعاية المقبلة اللي رح تصير للأطفال، كيف رح يتم رعايتهم، أكيد رح يكون في مراكز متخصصة، رح يكون في نقلة بالتدريبات، رح يكون في نقلة بالمعلومة المقدمة لهذا الطفل. نعم خلينا مع هاني نحكي عن يمكن النقلة يلي رح تكون شيء جديد، رح نحكي عن المرحلة الثالثة، شو مخباين أنتم كمنظمين وكإدارة، شو عندهم شيء جديد ليقدموه للطلاب بالمرحلة الثالثة، وشو مصير الطلاب يلي يمكن تم تكريمهم أو تم تقييمهم بالشكل الصحيح في المرحلة الثالثة؟ تماما. هلا نحن في عنا طبعا دائما بهيك مشاريع أو خاصة بمشروع بكرة إلنا، هذا المشروع المتميز اللي عم يهدف لرعاية الطفل تنمية المحبة بقلبه وتنمية حبه لوطنه، دائما في عنا شيء متجدد. اليوم احنا طبعا بعد العيد كل عام وانتم بخير، كل عام كل شعبنا السوري واطفالنا الغالين على قلوبنا كثير بألف خير. احنا بعد مرحلة العيد في عنا رح نبدا مع هدول المتميزين، مثل ما قلنا حكينا عن حفل المتميزين اللي نسقناه لحتى يكون في تكريم للمتميزين يلي طلعوا من مرحلة التقييمات. بكل قسم كان عنا تقييمات، طلع من عنا متميزين بهدول الأقسام. فبعد العيد رح نبدأ مع هذول المتميزين بدورات خاصة فيهم، بمراكز خاصة فيهم. طبعا المشروع حيفتتح خمس مراكز
خاصة بالمتميزين، رح يتوجه لهم مدربين متميزين، رح يكون في لهم وسائل متميزة، رح يكون في رعاية خاصة لهدول المتميزين. هو أهم شيء يمكن المتابعة تماما، يعني نحن ما بنكون يعني احنا ما بنعلم شيء وبنمشي، نحن بنتابع تماما، نحن بنضل نتابع ومستمرين معهم. فهني خمس مراكز متميزين لحد الان، ما تحددوا الخمس مراكز ولكن تحدد واحد منهم اللي هو المركز الرئيسي مركز نادي محافظه دمشق بكفر سوسه. فنحن متجهين نحو هدول، رعايه هدول المتميزين اكثر شيء. هلا فيما بعد حيكون عندنا بعد 1/8 رح ننطلق لافتتاح المرحلة الثالثة مع الأشخاص اللي هن موهوبين بعد وبدهم نبحث عن تميزهم والتميز بيناتهم كمان لننطلق لرعايتهم. الشيء الجديد يمكن اليوم بمشروع بكرة قلنا، هو اللي ما كان بمشروع بكرة قلنا، انه رح نتجه لدورات تخصصية لتعليم الأطفال الأمور اللي ناقصتهم بدراستهم. يعني ما بس رح نتجه للمواهب، رح نتجه لموضوع هذا الطفل مثلا هو عنده ضعف في مادة اللغة العربية، حيتم نعزز له إياها نوعا ما، نعزز ثقافة عنده اللغة العربية، كيف انه يدرسها، رياضيات، علوم، انجليزي او لغات. فممكن نتجه لانه كيف نحن نقوي دراسته لحتى ما تكون بس نحن عن طريق المواهب عم نبعده عن دراسته، لا نحن بالموهبة بدنا نرجعه لدراسته، بالموهبة بدنا نعلمه كيف يحب وطنه، كيف يحترم رموزه، كيف يحافظ على خيرات الوطن، ولكن عن طريق موهبته كيف يبني حاله تماما. وكتير مهم اليوم إذا بدنا نحكي عن موضوع قديش مهم وحلو هذا التعامل مع الطفل. اليوم كتير بتحسي بمتعة وانت عم تبني جيل، عم تحاوري طفل صغير كأنه هو شخص كبير، بيجي بيحاورك بمصطلحات كبيرة، هو شخص كتير واعي، عم يكون هذا الجيل كله واعي، بتتفاجأ رغم صغر العمر، بتتفاجأ يمكن بالأفكار وكيف بيعبر عن حاله وعن شخصيته. خلينا نحكي كل اللي عم يتابعنا هلأ من جميع الأهالي كيف ممكن يشاركوا أو يسجلوا أطفالهم، لأنه في كتير ناس بتحب تكون معكم. هلأ مشروع بكرة قلنا هو منتشر عبر 31 مركز بمحافظة دمشق، طبعا توسعنا حاليا لثلاث مراكز أو أربع مراكز بريف دمشق. المشروع متجه للمحافظات، ولكن بعد هيك بالخطوط الضيقة شوي رح نتجه للمحافظات. كيف بدهم يتوجهوا؟ هلأ ضمن المدارس إن الأهالي عم يكونوا موجودين، فالطلاب موجودين بالمدرسة، فعم يتم التوجيه كيف أنت عندك موهبة يتوجه لمشروع بكرة قلنا، لانه هون عم يتم رعايه موهبتك، فكل طفل عم يتوجه تلقائيا لموهبته. من الطفل من الصغير بتحسي انه يمكن دول الغرب تقدموا عننا بانه هن عم يلاحظوا دائما كيف الولد عم يبلش انه هو هذا الشخص موجه للرسم، فلازم نحن نعتني بالرسم. اليوم مشروع بكره قلنا بهي الخطوه بلش يتعدى كثير خطوط، بانه نحن لازم هذا الطفل من الاول نعرف انه هو رسم، لازم نعلمه الرسم، لازم نقوي موهبته لحتى بس هو يكبر يعرف انه انا بدي اروح باتجاه الرسم، ما يتجه باتجاه اختصاص هو بالاصل ما له رغبان فيه. نعم. بالختام اليسار، كلمه اخيره، امنيه اخيره، او بختام الحلقه بتحبي يمكن توجهيها، يمكن توجهي شكر لكل الشباب والصبايا يلي عن جد انه باعمار صغيره ولكن عم تحققوا شيء لاطفال سوريا، لكل حدا بتحبي توجهي كلمه اخيره اليوم؟ بالنهاية رح أقول إنه فعلاً اليوم الشيء اللي بيميز هذا المشروع إنه اليوم عم نتعامل مع طفل مشروع بكرة قلنا غير أي طفل عادي. اليوم عم نتعامل مع طفل مسؤول، طفل واعي، طفل عارفان هو تماماً ومحدد شو بده بالمستقبل، لأنه مثل ما حكى زميلي هاني إنه هو خطأ أول خطوة بطريق المستقبل، وهذا الطريق اللي هو صح له وبيعبر عنه. ففعلا هذا الشيء كتير حلو، فعلا هذا بكفينا، يعني هذا هدف لنا، وان شاء الله يمكن نكون وصلنا له لاول مراحل. بدي اتشكر كل حدا اكيد عم بيكون معنا، بدي اتشكر كل طفل عم بيقدم لنا هذا الحب اللي نحن عم نبادله فيه، بدي اتشكر كل القائمين على المشروع اللي مثل ما حكينا اعطونا هي الفرصه الحلوه لنقدر نحن كمدربين وكليجان والى اخره ضمن المشروع بكره لنا انه نحن نعبر اكثر عن حبنا لهذا الوطن من خلال حبنا للاطفال اللي هن اكيد رح يبنوا المستقبل. بدي اتشكر اكيد اداره مشروع بكره لنا، الراعي الرسمي للمشروع الدكتور بشير صبار محافظ دمشق، لانه فعلا فعلا هو الراعي اللي دائما اللي عم بيكون معنا وبكل خطوه ولابعد الحدود. فان شاء الله هيك يا رب دائما جمعاتنا فرح ودائما يا رب نسعى لمستقبل افضل لسوريا. ونحن كمان بدنا نتشكرك اليسار وهاني، بدنا نشكر جميع فريق العمل القائمين على مشروع بكره احلى بكره النا، واكيد نحن فخورين بالشباب السوري اللي عم يثبت خلال فتره الازمه انه فعلا عندنا شباب قادر انه يبني مستقبل احلى. شكرا كثير لكم. نحن كمان بدورنا بدنا نتشكر الاخباريه السوريه اللي اجت وواكبت حفل المتميزين، شكرا كثير لكم على هذا اللقاء.
شكرا لكم وموفقين، واكيد شبابنا بيرفعوا الراس. شكرا كثير لكم. تعد الكليجة من الأكلات الكتير مشهورة ببعض المناطق السورية ومحببة لقلوب الكتير، كل حدا بياكلها أكيد لها طعم مميز. كمان هي فيها العديد من الفوائد، هي خلتها تكون صنف محبب بمناسبات السوريين ومجالسهم. خلونا نتابع سوا تقرير عن أكلة الكليجة مع زميلنا أحمد الحمدوش من الحسكة. بلونها الأسمر ومذاقها الفريد، حجزت الكليجة موقعها المميز على الموائد وفي مختلف المناسبات، حيث تعد من الحلويات الشعبية المفضلة في المناطق الشرقية خاصة والسورية عامة. أكلة مفضلة مرغوبة لكل بيت للعيد، لازم كل شخص أو كم عائلة مطلوبة منها الكليجة، خاصة في محافظة الحسكة الكليجة مطلوبة لكافة المحافظات الثانية، وإضافة كل من حاب يسافر على بلد ثاني عم يمتاز بحملة أكلة الكليجة من محافظة الحسكة حصرا. يعد الطحين المكون الأساسي فيها، أما عن سر الطعم فيحدثنا بها أحد أصحاب المحال في الحسكة. الكليجة تتكون من الدقيق والطحين والسمنة والتوابل، مؤلفة من قرفة، شمرة، جوز الطيب، قرنفل، محلب، وإضافة للكربونات والماء والسكر والحليب والسمن العربي. قبل الخبزان ندهنها بصفار البيض لتعطي وجه الكليجة لمعة، ومثل ما نقول تطلع مغرية. في عندنا كليجة في الجوز، كليجة بعجوة، كليجة كعكة، كليجة قسموسة، بعدة أشكال حسب ما نأمن كل طلبات أخواننا مثل زبائننا وشعبنا الكريم. الكليجة مشهورة هون بالحسكة ليس لعيد مثل ما نقول الفطر وعيد الأضحى، هي بالنسبة لها بعياد أخواننا المسيحية، عيد الفصح، وفي أعياد أخواننا اليزيدية كمان، يعني أكلة بكل الأعياد مطلوبة. وإضافة الكليجة عم تنطلب مثل أحيانا في الواجبات، لقمة رحمة، فرحة مطلوبة، وعدة موديلات إلها للتوصية. تبقى الكليجة بأصالتها ومذاقها المميز رفيقة الموائد، تبتاع من المحال أو تصنع في البيوت لتكون الحاضرة الدائمة على موائد أهل الحسكة. أما هلأ صار وقت بنروح لجولة على آخر الأخبار الثقافية، والبداية من دمشق عن أيقونة سوريا شاهدة على الثقافة والحضارة السورية. فقد أعلنت دار الأسد للثقافة والفنون بدء نشاطات شهر تموز 2017 افتتاحا لعمل دار أوبرا دمشق في مسارحها الجديدة في مجمع دمر الثقافي. البرنامج يضم أحداث ثقافية غنية من مهرجان الموسيقى العربية الرابع ومعرض الآلات الموسيقية الشرقية وحفلات موسيقية لكل من الفنانة السورية ميادة بسليس، ليندا بيطار، والفنان اللبناني رضا، والمغنية ميس حرب، والمطرب مصطفى هلال. وإلى خبرنا التالي، محزن من بلاد الرافدين العراق وعنصر حام في مدينة الموصل، وهو جامع النوري الذي دمره تنظيم داعش الإرهابي في محاولة منه لطمس الهوية الثقافية العربية، حيث يعد جامع النوري الكبير والمئذنة أحد أبرز الملامح التاريخية الأثرية في مدينة الموصل، وتم بناؤه في عهد نور الدين الزنكي في القرن السادس الهجري، كما يعد ثاني جامع يبنى في الموصل بعد الجامع الأموي. ننتقل من العراق إلى لبنان، وتحديدا من بيروت يلي احتفلت بيوم الموسيقى العالمي بطقوس جميلة جعلت مئات الأشخاص يخرجون إلى شوارع بيروت للاحتفال ومشاهدة مجموعة واسعة مختلفة من أنواع الموسيقى وعروض الفنانين الجدد من لبنان والخارج. خلونا نتابع كيف كان الاحتفال. Come on, 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 come on
وخبرنا الأخير من تونس الخضراء فعاليات يوم الموسيقى العالمي يلي عم بيصادف يوم 21 حزيران من كل عام. شهدت تونس فيها ليلة صاخبة موسيقية حيث أقيم احتفال في الشارع الرئيسي للعاصمة وحضروا المئات من التونسيين ما أدخل حيوية على الليالي الأخيرة من شهر رمضان الكريم. لهون نشرتنا الثقافية وصلت للختام. فاصل صغير بنتابع باقي فقراتنا لليوم مشاهدينا. وصلنا هلا يا نور لمساحتنا الطبية لليوم وحديثنا أكيد عن الغدة الدرقية. هي غدة على شكل فراشة موجودة بالعنق من الأمام بين طبقة الجلد والعضلات والحنجرة، وتتكون من نسيج يفرز هرمونات الغدة الدرقية. وطالما كان معدل إفراز الهرمون في الحدود الطبيعية يكون ذلك في صالح بناء الجسم، أما إذا كان أقل ذلك الهرمون أو قل معدل البناء في الجسم وكذلك إذا زاد عن الحدود الطبيعية فإنه يؤدي إلى الهدم بمعنى تكسير لخلايا الجسم. ليا خلل الغدة الدرقية والمشاكل التي تنتج عنها أعراض وطرق علاجها، بالإضافة لأسئلة كثيرة رح يجاوبنا عليها الدكتور زياد زودي أخصائي في أمراض السكري وغدد الصم. يسعد صباحك رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. يسعد صباحك دكتور. بالبداية بدنا ننوه المشاهدين أي حدا عنده استفسار للدكتور زياد أكيد فيه يتواصل معنا عبر الأرقام يلي هلا عم تطلع على الشاشة. اليوم موضوعنا عن الغدة الدرقية، يمكن حكينا عنها شوي ولكن خلينا نغوص مع حضرتك عن المعنى العلمي للغدة الدرقية. ليه الغدة الدرقية موجودة بأسفل الرقبة بهالمنطقة هي، وهي لازم تكون إفرازها طبيعي من الأيام الأولى من حياة الوليد. يعني احنا اذا بدنا نوجه رسالة اليوم عبر مساحتنا الطبية لكل مشاهدينا عبر الإخبارية بنقول لهم انه لازم نعمل تحليل TSH بالأيام الأولى بين اليوم الثالث واليوم الخامس من عمر الوليد. ما لازم ننتظر حتى تظهر أعراض انه ضخامة بلسانه للوليد أو انه رخاوة بجسمه أو انه اليرقان اللي بيصير عنده بيتأخر أو اليافوخ يلي هون بيتأخر حتى يلتحم أو بزوغ الأسنان تتأخر حتى تظهر. هي كلها أعراض تظهر بس تكون متأخرة، وكتير مهم تطور العقلي وحتى النمو تبع الطفل بالمستقبل. إذا ما تحرينا إنه ما في أعراض هو الطفل كتير صغير والوليد صغير، بقى كتير مهم. وهذا المسح لتحليل TSH بتساوى بكل بلدان العالم بشكل روتيني. نحن ببلدنا بعد لهلأ إذا ما طلبنا ما بيتساوى. مشان هيك أنا إذا في شيء لازم نقدر نكسبه من هالمساحة الطبية هي تحليل TSH. هرمون الغدة الدرقية هو الغدة، هي الدينامو تبع الجسم، وهي الحقيقة كل خلية من خلايا جسمنا بالحاجة لهالهرمون لحتى تشتغل بشكل يعني. خلينا نحكي دكتور عن الوظيفة الأساسية للغدة الدرقية، شو هي وظيفتها الأساسية؟ نور وظيفتها هي الاستقلاب بالجسم، هي الميتابوليزم، هي المحرك تبع كل خلية من خلايا الجسم، هي المفتاح لكل الخلايا. إذا ما كان موجود ما بيدخلوا الفيتامينات والمعادن للخلايا، مهمة لحركة كل عضو من أعضاء جسمنا، مهمة للإمعاء، مهمة للعقل، مهمة للتطور الروحي الحركي عند الطفل. عند الكبار بيصير في اذا في عنا كسل بالغده بيصير في وزمات، بيصير في بيدينا ورجلينا بيتنفخوا، بيصير في امساك تساقط بالشعر، خربطه بالدوره الشهريه، بيصير في مثل الخبل مثل النعاس، زياده وزن. كل هاي بسبب كسل بالغدة الدرقية بإفراز الهرمون. دكتور رح نكفي حديثنا ولكن خلينا نستقبل اتصال. صباح الخير. صباح الخير. هلا وسهلا فيكي، عارفين عن حضرتك؟ انا راما من الشام، اذا بتيجي ممكن احكي مع الدكتور؟ ايه تفضلي. صباح الخير. صباح الخير دكتور. يا هلا.
دكتور بس بدي اسال حضرتك، هلا انا بصير عندي زياده بالوزن كثير كبيره من شهر للثاني رغم انه اكلي هو هلا عم يقولوا لي انه ممكن يكون في مشكله بالغده الدرقيه، يكون في عندي نقص بافرازها او هيك، شو لازم اعمل تحاليل او ايكو للغده الدرقيه؟ هلا نحن بدنا نفرق بين شغلتين، عم تقول ايكو او تحاليل. احنا في عنا شكل الغده الدرقيه وعنا عمل الغده الدرقيه. الشكل اوقات بيكون طبيعي وبيكون في عمل للغده الدرقيه اقل من الطبيعي. يعني نحن اذا كان الشكل تبع الغده بالفحص السريري عند الدكتور طبيعي، مو معناتها انه الافراز تبع طبيعي. عم تقول عندها زياده وزن وعم يقول يمكن من الغده. الغده اذا كان في كسل بافرازها ممكن يساهم بزيادة الوزن، لأنه عم تقول أكلة طبيعي بس زاد وزنها بشكل كتير كبير. نور بدي أقول لك على شغلة، كلمة طبيعي بين قوسين، إحنا مو الكمية اللي بتهمنا، إحنا نوعية الطعام. كسل الغدة الدرقية بيساهم بزيادة الوزن، بس نحن يا هل ترى كان نفس الأكل وما تغير نمط حياتنا هو ومع هيك عم يزيد وزننا؟ ولا صار في تغيير نمط حياتنا؟ مثلا إذا أكلنا أكلات فيها مقالي كتير، عصائر، هي بتساعد على السمنة، يمكن بتساعد على زيادة الوزن بس ما أنا هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن. إذا كان بالعيلة حدا عنده سكري مثلا، بناكل نفس الأكل، أنت يمكن تأكل نفس الأكل أنت ورفيقتك أو نور هي ورفيقتها أو أنا رفيقي، وإذا حدا بيعيلته جسم قابل لل يمكن نصاحة أكثر من جسم كمان فيه. إحنا إذا في عنا مقاومة لعمل هرمون الأنسولين اللي هو الهرمون تبع المسؤول عن حرق السكر، بيصير في عنا زيادة وزن بسهولة أكثر من غيرنا لو عم ناكل نفس الأكل. مضطرين نعمل نظام غذائي غني بالخضرة والفواكه الموسمية أكثر، ونعمل نشاط فيزيائي لو إنه نص ساعة مشي يوميا لحتى ما يزيد وزننا. معناتها نحن زيادة الوزن ممكن تكون من الغدة الدرقية كمان، بس ما نتهم الغدة الدرقية أكثر من اللازم. تحليل التي اس اتش لمشاهدتنا اللي عم تشوفنا مهم، يلي كنا عم نحكي عليه من شوي لعند الوريد، لازم نساوي الحيوات، نعمل اي تشيك اب كل سنه، نعمل تحليل تي اس اتش. طيب دكتور معنا يمكن اتصال ثاني. سالي من الشام، يسعد صباحك دكتور. معك اسمعينا من السماعه يا سالي، يسعد صباحك. يعطيك العافية دكتور. تفضلي الدكتور عم يسمعك. لو سمحت بس بدي اسألك دكتور مع موضوع الغدة الدرقية، أنا معي قصور بالغدة الدرقية. هلا هو بسبب إجهاضات، لأني أنا حبلت وإجهضت، أنا متجوزة وعندي ولد. وبسبب سمنة زايدة كمان، إنه أنا عم بسمن بشكل مو طبيعي وكمان ما عم ينزل وزني بسهولة. اوكي سالي، شكرا يا سالي. يلا رح نسمع الجواب من الدكتور. لا سالي، انه اذا عندنا كسل بالغده الدرقيه وعم ناخذ التيروكسين او الاوتيروكس او يعني يلي بتفرزه الغده الدرقيه، عم ناخذ من مصدر خارجي بحبه بتاخذ على الريق بعيار معين، وكان تي اس اتش طبيعي ونحن عم ناخذ الدواء. اول شيء الدواء بده يتاخذ بشكل دائم، يعني اثناء الحمل، اثناء نحن عم نرضع، كله بده يتاخذ، ما بده يتوقف، ما له أي تأثير جانبي الدواء، ولا واحد بالمليون. يعني عند الحامل نحن بنشوف بشكل دوري إنه توقفوا كل الأدوية، بيجوا هني بوقفوا دواء الغدة. دواء الغدة ما بيتوقف، ضروري للحامل وضروري للجنين، ضروري للوليد. لنحن إذا عم ناخد الدواء وكان التي اس اتش طبيعي، معناتها هي رح تكون سالي مثل أي واحد تاني ما عنده مشكلة بالغدة. أهم شيء نتأكد أنه الكمية اللي عم ناخدها هي الكمية المناسبة بتحليل التي اس اتش مراجعة طبيب الغدد. إذا عندها زيادة وزن سالي بده يكون بأمور تانية، وكان التي اس اتش طبيعي بده يكون بسبب تاني ندور عليه. نعم دكتور، كتير فيها صار عجقة اتصالات، رح نحاول ناخد أكبر عدد ممكن. مالك من جبلة، صباح الخير. مالك صباح الخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وانت سالين، ان شاء الله بينا عاد على البلد كله بخير ومبركة. مالك يا رب، تفضل دكتور عم يسمعك يا مالك. طيب ماشي، صباح النور مالك. مالك مالك بس ما عليك، ما نطلب منك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من السماعة. طيب ماشي يلا تفضل دكتور معك. صباح الخير. اهلين مالك.
كل عام وانت بخير حكيم. انت بألف خير. في عندي توم بنات بصف الرابع وطلعوا على الخامس في الحلقة الأولى. طولهم بال117 وحدة 117 وحدة 122 نشاطهم وحركتهم بالنسبة للأعراض اللي تفضلت حكيتها بالنسبة للأعراض ضد الدرقية. كلها ما أنا موجودة بس أثناء الطول يعني ماني كثير مرتاح بالنسبة للطول لو سمح الدكتور. عم يحكوا عن موضوع الطول. موضوع الطول نعم. له علاقة بالغدة الدرقية. وعم يسألك إذا طولهم مناسب لأعمارهم، هن طلعوا على الصف الرابع يمكن. هلا إذا بده يدخل على اليوتيوب، نحن عملنا حلقة وبكره مستقبلا بنعمل حلقة عن موضوع الطول. وقت يولد الوليد بيكون طوله 50 سنتي، بالسنة الأولى بيكسب 25 سنتي، بعدين بالثانية والثالثة كل سنة 10 سنتي، بعدين 5 سنتي 5 سنتي. في منحنيات بيانية الحقيقة. إذا بده بعد ما بتخلص الحلقة يحكي معي على العياده وبقدر بساعده. بس طوله مناسب؟ مناسب هلا مقبول الطول، بس نحن بدنا نشوف حسب منحنيات البيانيه لكل عمر اذا في عنا عم نزيد 5 سنتي بالسنه ولا لا. هي كثير شغله مهمه انه بشكل طبيعي لازم يزيد الطفل او الطفله 5 سنتي من بعد السنه الثالثه تماما لحتى يصير البلوغ ويلتحموا المشاشات. وكثير مهم نعمل تحليل للتي اس اتش اللي عم نرجع ناكد عليه انه هام جدا هرمون الغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتاثر على الطول نوعا ما. اكثر هرمونين نور بياثروا على الطول انه هرمون الغده الدرقيه وهرمون النمو اللي اسمه الجراوس هرمون جي اتش. دول هرمونين كثير مهمين نحن نعايرهم ويكون عن طريق طبيب غدد طبعا. معنا اتصال ثاني دكتور محمد سليمان من دمشق. يسعد صباحك. من طرطوس. من طرطوس. صباح الخير حكيم. اهلا وسهلا. يسعد صباحك. الدكتور معك. صباح الخير يا حكيم. صباح الخير محمد. يا هلا من طرطوس. اهلا. انا مواطن محافظة طرطوس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكل اهل طرطوس. سهلا بكم من طرطوس وكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير وكلك مشاهدينا من الساحل أنا السوري. انا يا دكتورة معي سكري بس معاني ما اخذ دواء والسكري معدله بال120 130 بس ما اشكي من حالي انه زيادة الاكل بزيادة. عم يعاني من زيادة الاكل؟ الاكل بزيادة. بزيادة يعني تم شعران اني فيني اكل. عندك نعم. شعور دائم. هلا نحن مو كمية الاكل بقدر ما هي نوعية الطعام. طالما موجود على الساحل السمك كتير ظريف بس ما يكون مقلي. يعني السمك هو بس هو عم يقول عندي رغبة دائمة بالاكل. عنده رغبة دائمة بدنا ندور على سبب معين. في بعض الادوية ما دخل ممكن تساعده. هلا اللي عنده سكري أدوية. بيكون عنده اوقات شهية زايدة للطعام. في بعض الأدوية تركيبها ميتفورمين ممكن تساعدنا وحتى في نوع من الإبر شركات عملتها بالعالم بتعاكس عمل الأنسولين وبتخفف من الشهية. ممكن يراجع طبيب غدد وسكري يعطيه بعض الأدوية اللي ممكن تساعده بهالموضوع. نعم أكيد متابعين مع حضرتك دكتور وإن شاء الله نكون عم نوصل الإجابة أو عم نفيد أي حد عم يتواصل معنا. إيمان صباح الخير. يا إيمان من الشام. ألو مرحبا. يسعد صباحك إيمان. كل عام وأنت بألف خير يا رب. كل عام وأنت بألف خير حبيبتي. الله يخليك يا رب. إيمان الدكتور عم يسمعك إذا بتحبي توجهي له أي سؤال. أي أكيد. شكرا كثير لكم على البرنامج المفيد حبيبة قلبي. هلا هلا. تفضلي. أهلين إيمان تفضلي. دكتور معك إيمان. يلا يلا. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. اهلا فيك يا رب. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. اهلا. يخلي لي اياك يا رب. هلا انا عامله عمل جراحي بدماغ بس. ايمان اسمعينا من السماعه بعد اذنك ووطي صوت التلفزيون كرمال الدكتور يسمع سؤالك بالشكل الصحيح. يلا يلا حبيبتي. يلا شكرا حبيبتي. انت عامله عمل جراحي بالدماغ؟ اي تمام. ويعني صار عندي عامله عمليه كبي وداجي. هلا السؤال ضمن سؤال الغده بس لقلها للدكتور شوفي هلا لي عملتها انا 7 سنوات باخذ حب تيجرادول ومسكنات بس من فتره شي تقريبا شهرين انا كل فكري انه يعني صار في عندي زياده وزن بقى رقبتي شوي من جهه اليمين قفل الاذن صار في عندي انتفاخ يعني انه حسيت انه من الصحه لانه هو التجريدول بيعمل شويه نصاحه. نعم. بقى قلت
بقى زادت عندي السعلة والشردة وعدم البلع، يعني صار البلع عندي كثير سيء. الله يسلمك يا رب. شكرا ايمان. دكتور رح يقول لي نعم. نعم دكتور. ليا يعني عاملين عمل جراحي للدماغ الحقيقة. ما عرفنا انه وين. من 7 سنين عم تقول. من 7 سنين المدة. بس من شهرين في يعني عندها انتفاخ تحت الاذن عم تقول بشكل كتير كبير. لأننا نعرف نحن الغدة النخامية موجودة بهالمنطقة هي من وراء. جزء منا مسؤول، هو مثل الشيف تبع الأوركسترا مسؤول عن إفراز الغدة الدرقية. يا هل ترى وجزء منا مسؤول عن إفراز الغدة فوق الكدية اسمها الغدة الكظرية، وجزء من الغدة مسؤول عن إفراز هرمون النمو. يعني في كتير هرمونات تنفرز من الغدة النخامية. يا هل ترى الجراحة كانت للغدة النخامية مثلا، كانت لورم معين استؤصل؟ يعني كل هاي بدها استفسارات. صعب نحن عبر مساحتنا الطبية انه نقدر نجاوبها. بدها تراجع الطبيب بعيادته. نحن برنامجنا برنامج توعوي. ما بنقدر نعطي يعني نصائح وخصبعاد عن ما انه يعني دكتور. نحن بالشهر الكريم اكيد بدنا نطلب من ايمان تحاكينا بس نخلص تحت الهواء. اكيد الدكتور بيجاوبها. معنا اتصال ثاني. معنا بسام. صباح الخير. اهلا. صباح صباح الخير. يسعد صباحكم الدكتور. معك اي استفسار؟ ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. صباح الخير دكتور. يا هلا دكتور. عندي مدامتي عندها مشكله بالغده، رحنا مشي 10 سنين عملنا لها كل التحاليل وعملنا لها ابره ظليليه كمان. شكلنا على اساس ان شاء الله اياها بعمليه. ماشي دكتور. ماشي. وخافت هي وجت ما بدها تعملها، ورحنا على اطباء كلهم قال ما في داعي اذا لان ما لها اي نشاط، هي غده بارده. نعم. وطولها 7 سم ب3.5 سم وعندها مشكله كبيره بوزنها بس ما عم يزداد. هذا هو من وقتها لهلا. بس في نصاحة يعني؟ نعم. يعني في زيادة بالوزن؟ من لا، هو الوزن ثابت تقريبا، ما في زيادة وزن. نعم. بس نصحة هي. اوكي الله يخلي لك اياها، بدنا نعيد عليها لزوجتك. دكتور راح يجاوبك وانت بخير يا رب. هلا من 10 سنين عامل التحاليل بس ما بدها تعمل العملية. ما بدها تعمل. والدكاترة قال مش مشكلة يعني انه بدها تقييم جديد الحقيقة. يعني الإبرة الظليلة نحن نعمل شيء اسمه تخطيط ومضاني للغدة الدرقية. نعطي مادة مشعة يا مليود مشع أو التكنيسيوم، نعمل تخطيط نشوف كيف هي، لأنه الغدة بتاخد هالمادة المشعة وبترتسم غير موضوع الإيكو. نشوف نحن إذا عنا عقدة يعني يقول الغدة باردة. ما في شيء هيك قالوا له. هيك قالوا له. هلأ نحن في عنا أوقات عقد مثل حبة الحمص بقلب الغدة بتكون غير عاملة، يعني مشان هيك بسميها باردة. باردة وظيفيا انه ما بتاخذ المادة المشعة. هي اذا كانت باردة العقدة يفضل انه لها حجم معين، لازم نستقصي عنها اكثر، نعمل شيء بنسميه رشافة، سموه باللغة الانجليزية. وعم يقول 7 سم 7.5. هلا 7 سم كثير كبيرة العقدة. لازم فورا لازم تستأصل فورا. يعني ما بصير تضل اذا عقدة 7 سم نحن بنقول اكثر من 1 سم. نعم. لازم تنام. 7 سم كتير كبيرة. لازم مراجعة الدكتور بشكل سريع. ما ينتظر 10 سنين تانية. نعم. خلينا بس ناخد اتصالات بأكثر عدد ممكن. نادر صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد كيف صباحك. إن شاء الله بخير. أهلا وسهلا فيك. نعاد عليك يا رب وعليك جميعا. أهلا وسهلا. الله يخليك. نادر تفضل على السريع بالمختصر بعد إذنك. لو تكلمتي عندي حفيدة وزنه ثابت وطوله ما عم يطول، عمره 7 سنوات. عاملين له تحاليل غدة كله نظامي، يعني وصفوا له شوية مقبلات لكن ما رضى، يعني 19 كيلو ثابت. هلا هو راح يدخل صف أول بتفكروا عمره 4 سنين. قد ايه طوله؟ والله طول ما كثير، أنا بدقيق لأنه ما عندي. هو حاولت اتصل معه لأخذ طوله لكن وزنه 19 كيلو قصير كثير. 19؟ حركته كويسة، نشاطه كويس، استيعابه رائع، لكن هالموضوع هذا خلقنا. ماشي شكرا نادي. هلا انا عم لاحظ من الاتصالات اكثر شغلتين هي زياده الوزن والطول. نعمل حلقتين بلكي بالعيد اذا بدكم، نعمل كل يوم حلقه وبناخذ اتصالات. بناخذ هيدا الجيل دكتور. بناخذ اتصالات. نحن في مشكله عند هيدا الجيل مهمة. نور ولازم كل ما بكرنا بمراجعه طبيبنا باعمار ابكر
كل ما قدرنا نفيد الطفل أكثر. في اعتقاد خاطئ وشائع أنه بكرة بيصير بالبلوغ وبيشد طول، وهي شغلة مانا يعني واردة دائما. العامل الوراثي بيلعب دور، يعني بس يكون الأم قطعته ناعمة، الأب قطعته ناعمة، رح يأثر على الطفل، بس طبعا عم يتطور. يعني أعطاء هرمون النمو بس أكيد مانو بشكل اعتباطي عن طريق طبيب غذائي. ويجب دائما مراجعة الطبيب يعني تماماً. دائما بشكل. بس هو دمي. الحالة هي صحية ولا لا؟ هلا عمره 7 سنين، طوله 19، وزنه 19 كيلو. وزنه سوري 19. الوزن ما قلنا الطول، الوزن ما كتير بيهمنا بقدر ما بيهمنا الطول. هلا بدي اشوف انا قديش طوله، وعلى ضوء وعم يقول قصير كثير، معناتها عم يلاحظ من وقت ما بيروح الطفل على الحضانه. نعم. وقت ما بيروح لعند طبيب الاطفال يعطيه شو لازم يعمل، عم يشوف طوله ووزنه، لازم يرجع طبيب غدا باقصى سرعه. بالسرعه. دكتور يمكن معنا اتصال ثاني. الو صباح الخير. صباح الخير. بدنا نحكي مع الطبيب لو سمحت. دكتور معك، يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح دكتور. عندي طفلة عمرها 2.5 سنين عم تعاني اضطراب بالغدة الدرقية، هذا الشيء بده يأثر على طولها بالمستقبل؟ طبعا بده يأثر. نحن بدي ارجع اكد على شغلة، اذا عندها اضطراب بالغدة الدرقية والاضطراب معالج، يعني صار عندنا سواء درقي بنسميه بلغتنا الطبيه، يعني صار الغده عم تشتغل بشكل مزبوط، نحن عم نعطي حبه على الريق، عم نعطي نص حبه، يعني عم نعطي عيار معين الضروري لعمره ولوزنه، وعم نعمل تحليل التي اس اتش، يعني صار عندها شيء اسمه افراز طبيعي بمساعده الدواء، معناتها صارت لازم تكون هي مثل رفقاتها. اذا كان مقصره بالطول رغم تصليح الخلل بالغده الدرقيه، لازم طبيب الغدد يراجعوه كل ما كان في بشكل دوري. نعم. اللي عنده مشكلة بالغدة الدرقية من الولادة بدنا نعمل تحليل. لازم يراجعوا الدكتور. لازم يراجعوا طبيب. نعم. الغدد. دكتور على السريع بس خلينا ناخذ آخر اتصال، ما بدنا نطرى كتير لمنى لأنه أصلا نحن خلصنا الوقت. منى صباح الخير. منى بعدك معنا؟ صباح النور. هلا يا منى، وانت بألف خير يا رب ينعاد عليك يا رب بالخير. سؤالك على السريع. منى صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. تفضلي حبيبتي. اهلا، كيفك دكتور؟ اهلا، تفضلي. انا عندي طفله كان عمرها 2 سنين، كان عندها الغده الدرقيه على الحد الادنى تشتغل. هلا طولها يا دكتور 127، وزنها 27 سعد، بس استيعابها ضعيف كثير كثير كثير. قد ايه عمرها يا سادس؟ هلا صف سادس، النشبع السادس، عمرها 10 سنوات، 11 سنة. 11، اوكي. ايوه، ضعيف كثير كثير، استيعابها ضعيف كثير. نعم. تركيزها ضعيف. نعم. وبعد لها الدرس 100 مرة، بعجز تحفظه، يعني بحس انه ما أنا مثل سنة. باقي طلاب. نعم. شكرا منى. اهلا. شكرا حبيبتي. دكتور على السريع. موضوع الوزن والطول ليا يعني هاجس عند الاهل، وانا اب يعني بعرف قديش القصة مهمة للأهل. بدنا نحن نتأكد إنه ما في خلل هرموني عندهم. هي عم تقول كان عنده اضطراب مشكلة بالغدة الدرقية كحد أدنى، بتقول كان عنده اضطراب. هل الاضطراب بعده موجود لهلأ ولا لا؟ عم تأخذ الكمية المناسبة إذا عندك كسل بالغدة الدرقية من هرمون الغدة الدرقية؟ هي شغلة كتير مهمة، نعمل تحليل للتي اس اتش ونراجع طبيب الغدد في مداعمات غذائيه ممكن نعطيها. مشكله قله التركيز كمان مسؤوله عن الغده الدرقيه، فينا نقول مثل ما قلت ببدايه الحلقه. طبعاً. انه عدم تركيز وهم. طبعا نحن اكثر شغلتين بياثر هرمون الغده الدرقيه هو على التطور العقلي وعلى النمو. طب ايمت بنلاحظ انه يمكن في تقصير بالتطور العقلي؟ باي عمر؟ ليا بيتاخر حتى ينطق الطفل، بيتاخر بزوغ الاسنان، بيتأخر حتى اليافوخ يسكر. نعم. بيتأخر بكل شيء، بس إذا نحن انتظرنا حتى تظهر الأعراض تكون فاتنا القطار. ما لازم ننتظر حتى الأعراض تظهر، لازم نعمل تحليل التي اس اتش. هذا كثير مهم، جميع اللي عم يتشاهدونا يجب قيام بتحليل لكل يعني مشاكل الغدة الدرقية. دكتور يمكن الوقت خلص، بس كان عندنا كثير من الاتصالات واستفسارات، نشكرك على المعلومات القيمة والفائدة اللي اعطيتنا اياها. انا جد حبيت الطريقة انه هيك بنصير
يعني في كتير كان عالم ناطرة بس خلصنا. نوعد المشاهدين انه يوم السبت كمان اكيد رح نكون مع الدكتور زياد زودي لأي حدا عنده استفسار. شكرا السبت القادم انا ببيروت عندنا مجتمع السبت البعض وافق. شكرا كتير لألك دكتور وينعاد عليك بالخير يا رب. كل عمين عليك عم يشوفنا على إخبارية سوريا الحلوة. نعم. مثل صبايانا الحلوة خليك يا رب شبابنا. أما هلأ مشاهدينا شكرا دكتور. أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل لغرفة الأخبار لنطلع على آخر المستجدات على الساحة السياسية مع زميلتنا علا أبو خضر. صباح الخير يا علا. صباح النور ليا وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية في حلب بسقوط قذيفة صاروخية في حي الفرقان السكني ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين. وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن القذيفة سقطت بعد منتصف الليل على سوق الفرقان وتسببت بإصابة أكثر من 20 مواطنا بعضهم في حالة حرجة. وأوضح المصدر أن القذيفة أطلقتها التنظيمات الإرهابية من الريف الغربي. قضى الطيران الحربي السوري على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش شرق تلول التناهج بريف حماة الشرقي وجنوب خربة زيدان وغرب أبو العلوج بريف الرقة، ودمر سلاح الجو تجمعات وآليات لتنظيم داعش جنوب شرق السخنة بريف حمص الشرقي. وسبق ذلك استعادة وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء السيطرة على محطة غاز أراك شمال شرق قرية أراك بستة كيلومترات وعلى أربع نقاط حاكمة شمال شرق القرية بريف حمص الشرقي، والقضاء على عشرات الإرهابيين من تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم وعتادهم. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سوريا داعم أساسي لحركة المقاومة في لبنان وفلسطين، وهي دولة مركزية وثابتة في موقعها في محور المقاومة. وقال السيد نصر الله خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي أمس إن سوريا عقبة كبيرة أمام أي تسوية عربية شاملة مع إسرائيل على حساب المصالح العربية وخصوصا فلسطين. وأكد السيد نصر الله أن تنظيم داعش الإرهابي صناعة أمريكية وتمويل سعودي وخليجي مع تسهيلات تركية. في خبرنا الأخير، زعم النظام السعودي أنه أحبط هجوما إرهابيا في مدينة مكة المكرمة وألقى القبض على 5 أشخاص على صلة بالهجوم، فيما فجر سادس نفسه. وزارة داخلية النظام السعودي أعلنت أنه تم إحباط عمل إرهابي وشيك من قبل مجموعة تمركزت في 3 مواقع بمحافظة جدة ومكة المكرمة، مشيرة إلى أن انتحاريا مكلفا بتنفيذ العمل الإرهابي فجر نفسه بعد محاصرته وتبادل إطلاق النار معه، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 5 من عناصر الأمن بجروح. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إلى كلا. شكرا لك زميلتنا علا. مهلا متابعين بفقرات صباحنا غير يا نور. وصلنا ليا لمحطتنا الفنية لليوم مع فنان شاب اعتنق الكوميديا وكانت إلى بصمة مميزة دخل من خلالها على بيوت كتار من المشاهدين في دراما. هو من عائلة فنية مميزة، فوالده الممثل القدير حسام تحسين بيك وشقيقته الفنانة الشابة نادين تحسين بيك. الفن لم يكن هدفه بالبداية، فبرغم من تواجده بالوسط الفني إلا أنه أكاديميا كان مجاله بعيد عن الفن. أما لمساته الفنية الأولى كانت من خلال المكياج التلفزيوني بمسلسل الجمال، وبعدها بفترة وجد نفسه بعالم الدراما بكل شيء ماشي وثالث الأعمال. أكيد نرحب اليوم بضيفنا الفنان ركان تحسين بيك. صباح الخير ركان. يا هلا. صباح سعد صباحك. كل عام وانت بألف خير. صباح الخير لكل متابعين الإخبارية السورية. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. بالبداية خلينا نحكي كيف دخلت المجال الفني، يعني دراستك بعيدة عن المجال الفني، بعدين المكياج الدرامي وصولا إلى التمثيل، يعني في خلطة فينا نقول غريبة نوعا ما. أنا دخلت بالبداية دخلت مكياج تلفزيوني بما أني أنا كنت بحب الرسم. كان لي مراء بحب أرسم، بحبها، فخطرت ببالي
اتجهت باتجاهها، سألت عنها، فتت اشتغلت، طبعا تدربت، درست سنتين، بعدين اشتغلت. ومثل ما بتعرفوا كان اول عمل كان مسلسل الجمل، الجمل صحيح، بال 97 او 98 واستمرت فيها لحتى بكل شيء ماشي وما في شيء. هالسيري هي اللي اشتغلناها، انا كنت المكيير كنت فوت على العمل كمان هذا جوي، يعني انا كثير حبيت الفكره تبع العمل وهي، ف طرحوا علي فقلت لهم اول شيء ما كنت خايف لانه انا معتاد، انا شغلتي مكياج تلفزيوني وراء الكواليس، اي فجربت لوحه لوحتين قام قالوا لي لا انت بدك تمك اساسي معنا وهيك دخلت. نعم اكيد من عائله فنيه عريقه ترعرعت ركان، اكيد نوجه تحيه كثير كبيره للاستاذ حسام تحسين بيك، نقول لك العام وانت بالف خير، وكمان للمدام نادين نقول يسعد صباحك ولوالدتك اكيد ان شاء الله يكونوا عم يتابعونا. استاذ حسام رح يكون ضيفنا ثالث ايام العيد ان شاء الله، عملنا واسطه ركان، يعني عائله فنيه، خلينا نحكي قديش يمكن حلو انه نكون انه طالعين من عائله يعني عندها مواهب شامله وكامله. كيف بيتم تشجيع بعض؟ كيف يمكن الطريق الصحيح بتستشيروا بعض فيه لحتى تدلوا بعض على الطريق الصح لحتى يمكن تفرجوا الموهبه الصحيحه بالمكان الصحيح؟ هلا هو طبعا يعني بالبيت المرجع تبعنا والدي بشكل انه نستشيره انه في عمل كذا، اجى عرض كذا، مين بتعرف منهم، شو الفكره، شو رايك احيانا مثلا بقول له شفتني شو رايك وين، يعني دائما المرجع عندي هو بساله كثير يعني حتى هلا في كثير شغلات. قديش بتاكل هم؟ يعني والدك فنان كبير ومعروف، اكيد نوجه له تحيه اذا عم يتابعنا، بس قديش فيها مسؤوليه عليك انه انا نوعا ما بس يكون عندي عمل بدي ادخل على هذا العمل غير استشارته، بدك تشوف رايه، انطباعه كيف بتكون قبل وبعد؟ ايه هذا هي عم بقول لك اياها، انه بساله وحتى بساله بحذر انه شو رايك، خلال نظرته شو طلع معك، بيوجهني احيانا بيقول لي مثلا هون كان ممكن يكون لو كذا، لو ابطا، لو اسرع، لو يعني في شغلات دائما بيهمني كثير رايه. حتى بالكتابات اذا بكتب شيء شغله مثلا بقول له اقراها شوف لي اياها، اي اساسي كثير عندي. طيب اول ما دخلت المجال الفني ككوميديا شو كان انطباعه او رايه خصوصا بكل شيء ماشي، يعني سكتشات هي بسيطه نوعا ما بس فكاهيه فينا نقول. هلا هي الشغله من هاي الناحيه انا حكيتها قبل هالمره كمان بمقابله، هو ما كان بيعرف انه انا فتت، يعني لضيف اجى لعنا من لبنان، ممثل لبناني استاذ احمد زين، فصورتي موجوده بالبيت، عم قال له ايه مش هيدا الممثل؟ قال له لا هذا ابني، قال له لكن بلد ممثل. بعدين لما رجعت على البيت عم بيقول لي انه هيك قلت له بابا انا ممثل عم بينعرض هلا عمل، فهو ما كان عرفان لانه صورنا ودغري انعرض وانا ما حكيت، انا كنت المكياج تبع ما في شيء، فدغري ما في شيء هو تصور وانعرض، اي ما حكيت انا، بس بعدين هلا صرت برجع له لانه حسيت من رده فعل العالم انه حبوني، فصرت خاف اني اعمل شيء مو صح، فلقيت المرجع عندي موجود انه بابا شو رايك هون شو كان في، الله يخلي لك يعني. حتى لما بيجيني شيء بساله عندك فكره عنه شو قايلين لك، يعني دائما مرجوعي له. نعم ركان خلينا نروح مع بعض ونشوف بعض لقطات من اعمالك ونرجع. ولك يخرب بيت الجيج على اللي بيربي الجيجات، كني انا كل نهاري بدي ضلني ركود ورا هالجيجات. ولك يا عم شنكا يا جارتنا كيفك؟ اهلين شلونك؟ منيحة ممتازة جارتنا؟ ها كني انا عندي جيجة كل يوم بتبقى لي اربع بيضات، شفتي لي هي؟ ايه شفتها فاتت لعندي وعاقبت لك اياها. ولك وكيف عاقبتيها؟ ما في شيء اكلتها.
في يدي قم نفدي غدا وغدي نفتدي عصيرنا بالدماء نفتدي ساسوكي ترن ترن ساسوكي يلا روحنا حاجتك ليش تيتا حاجة حبيبي صارت الساعة 7 وإذا صارت 7 يعني هلا انت مو عمرك 7 سنين ايه خلاص لازم تنام الساعة 7 السنة الجاي بصير عمرك 8 بتصير بتنام الساعة 8 بعد منا بصير عمرك 9 بتصير تنام الساعة 9 تيتا على الحالة معناته انت لازم كل 10 ايام تنامي مرة وديع تلولع على راسي السلام عليكم لك اهلين بعمي عبدو شلونك عبدو الحمد لله يا كان في واحد يوم كتب كتابه بينزع الشغل روينك عبدو وينك وين صلاة العشاء لسه بكير عبدو شو بكير ما بكير روح اندز لي حالك ايش اللي قدها اي والله معك حق دقني بدي حلاقه ما فوت اشرب لك كاسه شاي عبدو فوت لا خليني بدي اطلع على الحقله طيب اوعى ما تيجي على الجاهه اليوم ها لي الشرف والله بس يعني والله ما حلو فوت على الكباريه خلاص بشوفك بعد كتب الكتاب يلا سيدي ان شاء الله مبارك الله يبارك فيك يا عبدو الله يبارك فيك يلا سلام عليكم هاي جارو يا أهلين طرطو شو بدك؟ قوم قوم عاودك موضوع ضروري ضروري؟ وسطي راجع لحدو خير يا طير هلا هذا ديو الحلاق تعرفه منيح انت؟ شلون لك جاري ما اقتنعت ما جارك يعني بتأمن له؟ شلون لك؟ لك هذا بأمن له عقل غالي ورخيص بأمنه على روحي بأمنه على عرضي لا انا قصدي يعني بتأمن له على شيء هيك له قيمة لصاحبها ملك بيك الحزين الله وبوبا يا سيد مالك اس ام الفضائية شبكم بسم الله كأنه شفتوا عفريت جواد ما غير واخي بوليس لازم نطلع على الهواء شو لا درويش طمني حلت مشكلتك ولا لسه ولك درويش يا خرب بيتك يا درويش لا والله شرفتينا قديش شايف انا اعضاء بحياتي اجمل من هذا العضو ما لقيت الله يا انتقائي يا غالي بدي سكر المحطه خلص ما عاد بدي فضه سيره لو بعمره الحلم لا كبر كل أحلامي كانت بحجم علبة الدواء ولي لا تتخلى عني إن شاء الله ساعدني خليك معي ولك لا تقول لا شيء ستار بس خلاص يعطيكم العافية كنا عم نشاهد مقتطفات من أعمالك خلينا نحكي عن الختيارة اللي تابعناها بمسلسل كل شي ماشي كان يمكن إلى بصمة وراسخة يمكن بذاكرت كتير من المشاهدين والجمهور بالفعل هي الختيارة كمان ما معقولة طلعت بالصدفة طلعت يعني كنا أنا وفادي غازي قاعدين عم نحكي كنا كتير كانت مجموعتنا تبع ما في شيء وكل شيء ماشي عن جد كتلة كنا تبع إنه هي حلوة هي نعدل هيك ونجتمع دائما حتى قبل التصوير نقعد مثلا بالمكتب نظبط الحوارات كلها مجموعة كنا فلوحة مرة باللوكيشن لوحة بدنا نعمل فيها حركة فمن كلمة لكلمة أنا كنت المكيير فمعي بيروكات وفي معنا ملابس ففتت على فستان على بيروكة قيم حط لبة طلعت ورجيت لفادي قال لي شو ها شو المنظر ما بعرف شو قال لي الفوت واشتغلت اللوحة طبعا المجموعة كليات بين واحد عم بشتغل كنت بالعمل يا معلقان تبع عصابات يا أزعر لقوا واحدة ختيارة ومطعوجة هيك قالوا لي ايه ثبتها وهيك مشيت حلو فطلعت بالصدفة
حتى إذا بدي أحكي لكم عن الختيارة هلأ عم جهز لهالقصة للختيارة نفسها بس بشكل فينك تقولي أنه مدروسة أكثر عمل كامل للختيارة حكيت عنه كمان بدنا نبلش تحضير بعد نفس بعد الختيارة إلى عمل خاص أيوة مع تعديل ممكن يكون في تعديل بدي أعملها هنيك كانت سلوقة بيس البيروك لأنه بين سكتش بسيط سكتش إيه بتمرق في لوحات مصورهم دقني طالعة لأنه بعد منا عندي مثلا اللوحة لواحد هيك مسكة وسيجارة وين حلاق ورد طلع شعره ايه فرح يكون يعني بروفيشنال اكتر الشغل كمكياج مع فادي غازي كمان؟ لا عمل لحاله هذا مستقل وان شاء الله انا يعني فكرت فيها قصة هالشخصية هي من كتر ما شفت ردة فعل العالم يعني بالعالم العالم بالشارع اكتر شيء حاكوني عنا يقولوا لي كجرام من وين هي وارش وبدنا لها لوحات فانا هذا اللي خلاني انه اعمل لها شيء لها نعم وان شاء الله يعجب اهم شيء ويعجب العالم ان شاء الله يا رب راكان خلينا ننتقل شوي لاختصاص الماكير حضرتك ماكير بالمسلسلات مثل ما قلت كمان هي المهنه خلينا شوي نحكي عنها يلي هي كمان صعبة بمطارح كمان بدها جهد كتير كبير لحتى يطلع الممثل بالصورة الصحيحة للوحة يلي عم يقدمها طبعا. خلينا نحكي شوي عن عملك كمكياج مثل ما قلت لكم بلشت أنا بال 98 أول شيء مسلسل جمال بدك تعرفي يعني التفاصيل قديش خلينا نعرف المشاهدين أنه المكير كيف مثلا كمان هو كيف بيقدر يعمل جروحه كيف بيقدر كمان اول شغله المكير المفروض يقرا العمل من اوله لاخره ويتخيل ويوزع يعرف كل شخصيه هلا ممكن شخصيه انت بتقويه الحواجب مثلا علامه بالوجه شحوب كل شخصيه شو ممكن اضيف يعني فانت ما فينك تفوتي مثلا على عمل وانت ما بتعرفي الشخصيه حتى بعد ما بنقرا المفروض تعدي مع الممثل تحكي معه هو شو شايفه لحتى تلتقوا بنقطة يعني أحيانا اللي احنا اتريت لوقات بنعمل تيست قبل يوم التصوير مثلا بنجتمع بالشركة انه فلان الفلاني جاي بده يعمل بروفيت مكياج لحتى نستقر مشان ما ناخد وقت كمان باللوكيشن لحتى نجهز في قبل باللوكيشن ما نتفق أنا وياه أنا شلون شايف الشخصية وهو شلون شايفه بقول له مثلا هون نضيف إيه اللي مثلا لا بدنا نعمل كذا هلا قولا واحدا هو بيكون غايص فيها الشخصيه اكثر فبصير في تعديل نوصل للنقطه فبتيجي بنعمل بروفات قبل التصوير بيوم انه خلص استقرينا هذا الشكل حتى بناخذ صوره مشان الاضاءه إيه لانه ممكن كمان بعد 20 يوم يكون تصويره راكور اساسا راكور صوره راكور مشان نرجع لها انه هي هي نشتغل على اساسها اول شيء نختصر كمان كثير وقت من القعده بالتصوير طيب راكان خلينا نحكي عن مشاركتك بالأعمال الدرامية كل شيء ماشي كان يمكن الدور البارز بإظهارك للمشاهدين في الكوميديا بتفضل تكون مشاركتك في رمضان ولا بتكون خارج السباق الرمضاني خصوصا لأنه ارتبط حتى كل شيء ماشي برمضان نوعا ما بسلسلاته في عندك سلبيات هون وإيجابيات في عندك سلبيات وإيجابيات هون هلأ برمضان أحيانا من الضخ الأعمال بتضيع يعني انا وانت وكل العالم بتضيع حتى بيضيعوا من الممثل يعني بينظموا بعد العمل المسلسل كان ف بس بيظهر لانه دراما ودراما الكوميديا والكوميديا فينا نقول نوعا ما قليله جدا على هي قليلة الشاشه اي مزبوط هلا انا بفضل انه مثلا اذا اشتغلت هذا الختيار انا بفضل انه ما ينعرض برمضان يكن له وقته نعم. عرفتي شو مشان ما يكون في هالضخ تانية لأنه هو ناعم وصغير بيقول لك مثلا بدنا نتابع المسلسل الفلاني خاصة بالبيت بتعرفي بيتقاتلوا هذا اللي حط لي على النهار بدك طولي بالك هلا بده يطلع مسلسل مدري شو بده ينحو ثلاث ساعات الكهرباء فلا أنا بفضل يكون له وقت لحاله نعم ركان يمكن خلينا بالختام نحكي شو هي الأدوار يلي بتطمح إنه تقوم فيها أو شو هو الدور يلي يمكن غير الختيارة يعني بتحب تدخل بمجال غير الدرامي يلي طلعت فيه او عندك شيء حابب تحققه على ارض الواقع؟ ايه انا بصراحه انا كانت تجربه جديده الربوس
جديده كثير، اخذ شخصيه ما لها علاقه ب بعدتهم عن الكوميديا بشكل يعني كثير كبير تماما بين مثل السالب والموجب. حبيت وحسيت انه انا ممكن كانت هي صغيره الشخصيه ما لها، بس حسيت انه ضمن هذا الخط انا فيني اعمل اكثر. خاصه بما انه كانت تجربه اولى اشتغلت وشفت حالي، فعم تابع عم شوف انه انا بقدر لسه عندي غير اللي هذا اللي اظهرته، وان شاء الله يا رب يكون في تجربه ثانيه. اكيد ان شاء الله بنتمنى لك التوفيق تحسين راكان. راكان تحسين بيك كل عام وانت بالف خير. ننوه انه والدك الفنان تحسين بيك راح يكون ضيفنا يوم ثالث بالعيد، وشكرا كثير لك. نعم شكرا كثير اكيد لك، وموفقين يا رب بكل اعمالكم، وان شاء الله يمكن بتلاقوا الشيء يلي بتحبوا توصلوا له. اكيد هلا مشاهدينا محطتنا التاليه من محافظه اللاذقيه، فتحت شعار حمله افطار صائم وفي سبيل تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين في شهر الخير، اقامت جمعيه البيادر الخيريه باللاذقيه المطبخ الميداني. تفاصيل اكثر من مراسلنا مازن محمد. تحت شعار حملة إفطار صائم وفي سبيل تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين في شهر الخير شهر رمضان، أقامت جمعية البيادر الخيرية في اللاذقية المطبخ الميداني بهدف تحضير الوجبات اليومية وتوزيعها على الصائمين من أهالي اللاذقية. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، رمضان العبادة والصوم والصلاة. نحن كجمعية البيادر الخيرية لنا بهالشهر الفضيل شهر الخير والبركة، انه مو بس صوم وصلاة وعبادة، هو تقدم تقرب للفقراء وتقرب من الله وتقديم له الجرحى والمصابين والمحتاجين. قمنا كمجموعة البيادر الخيرية بأعمال وجبة افطار يومية من بداية شهر رمضان، وان شاء الله هي نهايته نهاية شهر رمضان، يوميا وجبة افطار لمجموعة من العائلات الشهداء والجرحى والفقراء واي احد محتاج. هذا اقل شيء نقدم لهم هو، وان شاء الله السنه الجايه بتكون رمضان سوريا كلها وحده، وكلياتنا بنكون هنا بنفطر بحلب بنتسحر بالشام، كلها بتكون سوريا وحده، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. نحن كجمعيه البيادر الخيريه قمنا بحمله افطار صائم، تقريبا قدرنا نوصل ل 380 وجبه عائليه يوميا خلال الشهر. شفنا الناس اللي تأذت بالحرب اللي كانت صعبة على الكل، كانت الأزمة كتير صعبة على طبقة كبيرة من الناس، حاولنا نقدم حسب استطاعتنا كجمعية نحن كوجبات غذائية بالشهر. البسمة اللي كنا نشوفها على وجوه الناس اللي كنا نحن عم نقدم لهم هي اللي عطتنا دعم نحن نشتغل أكثر وأكثر كل يوم لنقدم أكبر عدد نحن بنقدر حسب إمكانياتنا. هلأ أنا خلال جمعية وباسم إدارة الجمعية بدي أقدم شكر كبير للناس اللي هي كانت عم تجي لعنا إنه عطتنا فرصة أن احنا نقدر نقدم شيء خلال هالشهر الفضيل، وبدي اشكر بالذات فريق المتطوعين يلي هن رغم الظروف الصعبه الامتحانات رغم قله المواصلات خلال وقت الافطار هن اجوا واصروا على انه يقدموا المساعده لهدول الناس وقت شافوا الفرحه بعيونهم. نحن كملنا بهالشهر نشاطات خيريه مثل باقي الايام اللي كنا عم نشتغل فيها، ايمانا منا انه اي عمل تطوعي بنقوم فيه لمساعده الاخرين هو عباده. فلهيك كملنا خلال شهر رمضان المبارك بإطعام 380 عائلة من ذوي شهداء وجرحى وعائلات مستورة. على مدار شهر رمضان المبارك تم تحضير وتوزيع نحو 400 وجبة يوميا. الحملة تهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين ونشر فكر العمل التطوعي والتبرع. من أول شهر رمضان عم بيجي لهون وعم يقول الأفطار للجرحى وللمصابين، ويمكن شو بدي أوصف الناس هذه الموجودة هون اللي قايمين لها الأعمال هذه، شكرا لها. وهي هي سوريا وهي هي الشعب الطيب. كل يوم بيوزعونا كل يوم وجبتين وبيستقبلونا والله يوفقكم. نحن من بداية شهر رمضان المبارك بناخذ معونة افطار
الله يوفق الكادر القائم بهالموضوع. نحن من أول شهر رمضان عم ناخذ مساعدات من جمعية البيادر الخيرية، وهي جمعية كتير كويسة، والحمد لله لسه الدنيا بخير وسوريا بخير، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وسوريا كلها بخير. رغم كل الظروف التي تمر بها سوريا والتي لم تجد السوريين إلا حبا لبلدهم وعطاء، وفي شهر رمضان المبارك كان لابد أن يكون للأيادي البيضاء لمستها لعلها تداوي قليلا من الجراح وتزرع البسمة على الوجوه. نحن بينا من هالجيل بدنا نخلي البكرة يصير، عنا الحلم المال حدود، عنا الأرض الما بتموت. نحن بقينا من هالجيل بدنا نخلي بكرة يصير، عنا الأرض الما بتموت، عنا الحلم الما له حدود. بدنا نساعد كل الناس بكل حب وكل إحساس، نحن البيادر، نحن البيادر لكل الناس. من اللاذقية مازن محمد، الإخبارية السورية. نشأ وترعرع من أسرة تمتهن الفن، أكمل مسيرته الفنية في معهد صبحي شعيب في مدينة حمص، ومن بعد ذلك التحق في كلية الفنون في دمشق. له مشاركات عديدة بسوريا وخارجها، مثل فيها اسم بلده سوريا. نتعرف أكثر على فنه ومشاركاته. بصيرنا نرحب اليوم بالاستوديو معنا بالرسام مصطفى أسلان. صباح الخير. لا فيك، كل عام وانت بخير. وعليكم أستاذي المشاهدين، وكل عام وانت بخير. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. في البداية خلينا يمكن نعرف المشاهدين عن حضرتك ونعطي لمحات بسيطة عن مسيرتك الفنية. أنا مصطفى أصلان من حمص. نشأت الفنية كانت طويلة كتير، كون أنه نشأت بأسرة فنية تشتغل بالفن التشكيلي بشكل عام والدعاية، وكوني بلشت على صغار مشواري كان كتير طويل. والحمد لله يعني احسنت انه يعني ادرس بشكل حرف كتير اسلوب الرسم، تكنيك ومذاهب وكذا، لوصلت للنتيجة اللي هلا انا فني مقسوم لقسمين، قسم فني، قسم ديكور اللي هو المعيشي او الشغل العام. بالنسبة للفن التشكيلي عم ياخذ جزء أقل من الشغل الديكور، كونه أنه الفائدة المادية بتكون للديكور والفن بالأوقات الفراغ. الموهبة الأساسية. هي الموهبة. نعم. طبعاً هاي بيعود لتشجيع الأهل، وكون الوالد رسام وعمي رسام، بقى عائلة كلها ضامن سوا بالفن. أيوة. نعم. خلينا لكن إذا عم نحكي عن الرسم يلي هو أخذ حيز أقل طبعاً بحياتك، خلينا نشوف اللوحات يلي معك. لوحات بتمثل سوريا. هاي بعض اللوحات اللي تم المشاركة فيها ب العديد من المعارض بالجزائر. بالجزائر. أيوة. نعم. بتحكي عن بوابة دمشق عند معبد جوبيتر. نعم. في هاي بوابة الحضارة، قوس النصر تبع تدمور. تدمور. يعني عم نشوف تفاصيل وتداخل الألوان والحفاظ يمكن على اللباس طبعاً وعلى طبعاً كل الإكسسوارات يلي هي كانت ما أنك بالديكور يمكن بهمك. هي كديكور وكأنه أنا مشارك بمهرجان منمنمات، يعني لازم يكون تفاصيل كتير. وفي هون كمان لوحة عن معلولة تحكي عن هالجبل اللي فيه تاريخ كبير من الحضارة بنفتخر فيه. وكل حجرة فيه بتمثل شغلة فنية بالنسبة لأي فنان طبعا، وهذا واضح وللعايشين. يمكن لوحات فينا نقول عنها جدا جميلة. خلينا نحكي عن مشاركتك بالعديد من المعارض بسوريا وخارج سوريا، أهم المشاركات لحضرتك. والله أنا شاركت برا أكثر من
من داخل سوريا. كل ما سافرت مكان لازم شارك فيه شوي. سافرت على النمسا، شاركت في معرض بجامعة بكلية الفنون بالنمسا بفيينا. طلعت على الإمارات، اشتغلت في مجال الفن والرسم، والهي كمان شاركت بشارقة بأبو ظبي بعدة معارض خاصة. كيف كان انطباع الناس هلأ بشكل عام؟ يعني كوني أنا بشتغل أسلوب كلاسيكي أو واقعي، العالم قريب من الناس كتير، قريب من الناس أكتر، وخاصة أنه في فن بورتري، شخصيات عامي أو مناظر بشكل عام مألوفة للناس. والناس بتحب الشغلة اللي بتألفها، يعني بيحبوا دائما الشغلة اللي بيفهموها، الشغلة اللي بتعايشوا معها بشكل أريح يعني. ومشاركاتي كانت مثلا تبعت الجزائر هلأ بال 2014-2015 كانت كتير مهمة، كونها بتحكي في مجال المنمنمات والزخرفة. نعم. وكونه يعني وضعنا كان بالأزمة وكذا أنه يطلع شخص من سوريا ويشارك بمهرجان دولي. طلعت أنا وتفاجأوا كتير الحضور أنه جاي من دمشق وكذا، وفي عندكم رسم؟ قلت له طبعا في كل شيء. حياة مستمرة طبيعي. حياة مستمرة وجامعات شغالة وكلية الفنون عم تخرج كل سنة دفعات. بقى انبسطوا كتير الجزائرية كتير بوجود أنه عنصر سوري موجود. نحن أكيد عم نشوف بعض من مشاركاتك وتكريمك و اللوحات يلي حضرتك كنت مشارك فيها. عم نشوف مع بعض على الشاشة سيد مصطفى. خلينا نحكي مع بعض عن يمكن يعني في ظروف الفنان حساس، ظروف صعبة مرقت على البلد، لكن الفنان دائما بيضل عنده حساسية زايدة كونه بيمتلك موهبة بداخله. خلينا نحكي يمكن اليوم قديش مهم الفنان بريشته انه هو يعبر عن وضع، عن ظرف، عن حالة، عن فرح، لانه يمكن اللوحة هي بتدخل لكل بيت ولكل قلب. الفن التشكيلي والفن بشكل عام هو تعبير عن الحياة، ثقافة الحياة اللي ضد ثقافة الموت اللي صرنا فترة عم نشوفها. دائما الفنان بحس انه في عنده نوع من الاستفزاز، يعني الحالات اللي عم تصير حوالينا عم تحول طاقة الفنان لإيجابية بشكل مجبر فيها، يعني بشوف كمية من الظلام بده يحول لنور، يعني هاي وظيفته انه يعطي عكس السلبي. والفن يستفز والفنان يستفز بشكل سريع، كل ما زاد مثل ما بقوله السلبيات كل ما بيلجأ لفنه أكثر، بيحاول يعطي أكثر. يعني هلأ أنا فترة الأزمة لجأت للفن بشكل كبير، يمكن من رحم الأزمة يولد أيوة الإبداع والأمل، الهروب للحياة، لأنه الإحساس بالفن هو الحياة. فترة الأزمة كلها أنا كل شغلي بلوحات خاصة ومشاركات خارج البلد، لا أعطي إحساس أنه نحن بالبلد عايشين وعم نحس بطعم الحياة، وما في غير وعم تترجمه يمكن من خلال لوحاتك هي طبعاً الحياة اللي عم نعيشها. يعني خلينا نحكي معك مصطفى عن تحضيراتك القادمة، شو اللي عم تحضر له؟ هل في مشاركات في سوريا أو خارج سوريا؟ هل في معرض خاص لحضرتك عم تحضر والله هلا في بشكل هلا القريب أنه في مشاركة إلي أخرى بجزائر بمهرجان المنمنمات والزخرفي إن شاء الله. عم حضر له لوحات بتحكي عن التراث السوري بشكل خاص، يعني لوحات مشغولة بشكل دقيق جدا واستغرقت وقت كبير بحدود 3 أشهر كل لوحة، مع أنه حجمها صغير. يعني عملت نوع من الأسلوب جديد أنا اختصيت فيه بفن المنمنمات، ودائما التراث السوري حاضر بلوحاتي، والشغلات الجمالية الموجودة عنا لازم تنتشر عالميا. شو لحمص هي القلب يعني في إلى معزي. بس لما أجيت على الشام أنا يعني أجيت من شي 5 سنين، يعني حسيت قيمة الشام بشكل يعني ما كنت متخيله، يعني خاصة لما أفتل بالحواير القديمة بالمناطق الأثرية، قلبي لهف لأكثر من حمص. بس حكيك ما حكي حمص ما عم يتركني. نعم. الله يسلمكم. بقى في
حس التاريخ وعبء التاريخ بدمشق بشكل كبير. يعني بيعطي حافز للفنان ما طبيعي. طبعا أنا جربت هاي التجربة وكتير تأثرت بوجودها بالشام، وشام مدينة الياسمين يعني والجمال، يعني الواحد بيستفيد منها بأي نوع من أنواع الفنون. هو هي يمكن الحضن الكبير لجميع أنواع الفنون طبعاً والمواهب. طبعاً نحن كتير بدنا نشكرك سيد مصطفى وموفق يا رب بكل شيء بتقدمه، إن شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك بألف خير يا رب. إن شاء الله أجمعين والسوريين، وإن شاء الله يكون آخر رمضان بيشوفوا فيه أي شيء، وبتكون آخر يعني بداية الانفتاح بسوريا إن شاء الله. يعني إن شاء الفنان الله مصطفى يسلمكم. أصلاً نشكرك على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق، ودائماً نحن في برنامج صباحنا غير نسلط الضوء على الفنانين السوريين، دائماً فخورين فيكم. شكراً كثير لك. أنا مسرور بوجودي معكم. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية من نبل والزهراء، في وسط أجواء شهر الرحمة والمغفرة قام مجمع المصباح التربوي التعليمي بتوجيه دعوة للأطفال الأيتام وذوي الشهداء للإفطار الجماعي. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا مصطفى كوسا. وسط أجواء شهر الرحمة والمغفرة قام مجمع المصباح التربوي التعليمي بتوجيه دعوة للأطفال الأيتام وذوي الشهداء للإفطار، وسط أجواء فرح للأطفال ومسابقات وألعاب رياضية بهدف رسم البسمة على وجوههم. بدورهم ذوي الشهداء وجدوا في الدعوة رغم بساطتها برهانا على أن دماء أبنائهم لم تذهب سدى. نحن فريق عمل عبارة عن مجموعة من الأخوات بمجمع المصباح، ارتئينا أنه هلأ بهالشهر الفضيل نعمل إفطار لزوجات الشهداء وأمهات الأيتام، لألهم ولولادهم الأيتام وأبناء الشهداء، لحتى نقدم لهم شيء من الفرح بالإضافة للإفطار. يعني الغرض الأساسي هو تفريح هدول الأولاد ورسم بسمة على وجوههم من خلال الألعاب اللي عم نلعبهم إياها. قسمناهم لمجموعات، كل مجموعة من لعبة عدة ألعاب تناسب عمرها. نحن أمهات شهداء ولنا الفاخر، هي الأمي بسيطة بس عم بتذكرونا، بتذكروا حبايبنا، بتذكروا شبابنا، ما ردمهم هدر الحمد لله رب العالمين. بنشكرهم كتير كتير اللي عم يعملوا هذا عمل الخير وعمل كتير كويس لأمهات الشهداء والزوجات والأطفال عم يلعبوا الأطفال. الأطفال عبروا عن فرحتهم بالمهرجان حيث وجهوا الشكر لكل من ساهم بهذا الحفل، وأكدوا أنهم سيبقون على نهج آبائهم. نحن بنشكر مجمع المصباح اللي دعونا على هذا الحفل والألعاب، وبنشكره لأنه دعونا على هالفطور، وراح نتم إن شاء الله على نهج آبائنا ونصير مثل ما هن علمونا إن شاء الله. مبسوطين كثير لأنه بنشكر كل من ساهم بهذا الأداء وكل من خلانا مبسوطين وخلى الضحكة عوشنا، ونحن هلأ رح نساهم نمشي على خط أبائنا اللي استشهدوا. أنا فرحان كثير لأنه جينا هون مجمع المصباح مشان عبنا الشهداء احتفال برمضان. فعاليات كثيرة تحرص على تقديم كل ما يحتاجه الأيتام وذوي الشهداء لتعويض جزء بسيط مما يستحقون، تقديرا لتضحية آبائهم وأبنائهم في سبيل الدفاع عن الوطن. كان لابد من إقامة مثل هذه الفعاليات للأطفال من أجل مستقبل أفضل برسم الفرحة والسرور على وجوههم. من نبل والزهراء مصطفى توسى، الإخبارية السورية. أما هلأ مشاهدينا فحننتقل معكم قبل الختام لمسابقة رمضان قصة وسؤال يلي رافقتنا طيلة رمضان كل سبت، والتصويت بيكون أكيد عبر الفيسبوك موقع الإخبارية السورية، والتعليق الأول والصحيح أكيد بيكون فاز معنا أسبوعيا بجائزة سحور لست أشخاص مقدمة من مقهى المكتب. بدنا نقول أكيد بدنا نعرف مين الربح، وبدنا نعرف شو السؤال الأخير بشهر الخير مع زميلتنا هالة. صباح الخير هالة، كل عام وانت بخير. صباح الخير نور، صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تشوفونا، ورمضان كريم. يسعد صباحك. مين الربح معنا اخر السبت الماضي؟ نحن دائما تفاعل يعني كثير كبير مع الاخباريه، وصار في تفاعل كبير مع مسابقه قصه وسؤال يعني، فهي المسابقه الاخيره كان كثير في عليها اجابات، وكثير العالم يعني اغلبها اللي تواصلت معنا او اللي بعثتنا اجابات كانت الاجابات صحيحه، بس احنا مش على المصداقيه او كذا يعني، دائما عم بيكون بين دقيقه بين التعليق والتالي
حرام ثواني يعني. انه انا اجاني انه انسي هال انا جاوبت قبل يلي فازت معنا اللي هي جمانة غنام بدنا نبارك لها يعني. شو كان الجواب؟ كان الجواب مين الفائز؟ عن جد مين كان الفائز؟ ابو القاسم الزهراوي اللي هو بالجراحه الحديثه يعني. وطبعا مثل ما حكينا او غششنا المشاهدين اللي هو مشفى بدمشق. فاللي فازت معنا الاسبوع الماضي جمانة غنام بدنا نبارك لها. وطبعا حتكون جائزتنا نحن هي دعوه لغدا او عشاء، لانه بجوز نحن نكون بكره يعني بدنا نعايدكم ونعايد كل جمهورنا، كل عام قبل الخير، بجوز يكون بكره عيد الفطر. بدنا ننوه انه بخلال فتره العيد نحن تكوني معنا ثلاث ايام، هي حتكون الجائزه مو دعوه سحور، هي دعوه غدا او عشاء. وطبعا بدنا ننوه انه حنكون معكم نحن خلال ثلاث ايام من عيد الفطر السعيد بشكل يومي. بشكل يومي ان شاء الله. يلا خلينا نعرف السؤال بعد تسألني حبيبتي ما الفرق ما بيني وبين السماء؟ الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنسى السماء. شاعرنا حفر اسمه في مجلدات التاريخ، بيتذكروا معاصروه، بتتغنى به الأجيال الجديدة بسبب قصائده التي تحولت إلى دواوين بين أيدي المثقفين والعشاق وأغاني على لسان كبار الفنانين العرب. شاعرنا مارس الدبلوماسية وتفرغ للشعر، غنى للمرأة والحب والسياسة والحرب، فاشتهر بأعماله الرومانسية والسياسية الجريئة. شعرنا دمشقي جال شعره أنحاء العالم متمرداً متغزلاً ناقداً مشتاقاً. شعرنا عاش حياة رغيدة وكان مدلل أمه يقولوا، تعلق بزوجته التي تزوجها بعد حب دام 7 سنوات. شعرنا درس القانون، مارس السياسة وأتقنها، تنقل بين العواصم العربية والأجنبية تاركاً قصائد تفوح في كل مكان، مثلت قصائده أفراح العرب وأحزانهم، فكان بحق شاعر زمانه. وأوصى شاعرنا بأن يدفن في دمشق، دمشق الرحم الذي علمه الشعر والإبداع، وإلى المدينة التي أهدته أبجدية الياسمين كما قال. وشاعرنا أوتي به من مدينة الضباب لندن ليدفن في دمشق بعد حياة مليئة بالمحطات المهمة على صعيد السياسة والأدب والحب. بالختام مشاهدينا، بعد ما أخذنا يعني تفاصيل عن شعرنا وأكيد الكل عرفه يعني، وحكينا شيء من سيرته العملية والشخصية، بدنا إياكم تشاركونا وتبعتونا اسم الشخصية بالكامل على رابط الإخبارية على الفيسبوك. وطبعا حيكون نحن اليوم اللي بدي جاوب على السؤال أو يكون الأسرع على سؤالنا هو حيفوز معنا بدعوة غداء أو عشاء بمقهى المكتب. وحكون أنا معكم خلال ثلاث أيام من عيد الفطر السعيد، وبدي عايدكم لكم كل عام وأنتم بألف خير. فينا نقول الجواب؟ لا ما في تفشيش أبدا. طيب أنا فيني أقوله؟ لا ما في حدا يقوله. شعرنا نحن بدنا نترك لمشاهدينا يتواصلوا معنا وهن اللي يجابوا. يلا ناطرين الإجابة. ونحن سعيدين فيك هالة، بدنا نقول لك كل عام وأنت بخير. بدنا ننوه للمشاهدين رح تكون المسابقة بشكل يومي بالعيد ثلاث أيام إن شاء الله. نعم شكرا كثير لك هالة، وألف مبروك لكل يلي ربحوا خلال شهر رمضان الكريم معنا، وألف مبروك يلي رح يربحوا معنا. ميرسي لك، ينعاد عليك. شكرا لك هالة. مع المسابقة ومع هالة بتكون رحلتنا الصباحية لليوم وصلت للختام، مع أمل كبير بأنه تكون الموائد الرمضانية جمعة محبة وسلام لكل السوريين، ينعاد على كل الأمة الإسلامية بالخير والمحبة والسلام. اليوم طلعنا عليكم بآخر أيام شهر رمضان المبارك من مقهى المكتب، بكرة العيد رح نطلع عليكم كمان خلال العيد من مقهى المكتب خلال ثلاثة أيام. ننعايد على جميع مشاهدينا، على جميع رجال الجيش العربي السوري، بدنا نقول الرحمة لجميع شهدائنا، بدنا نقول الشفاء العاجل، بنتمنى لجميع جرحانا، وكل عام وانتم بألف خير. شكرا لك نور، وينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير يا رب. وعلى كل المشاهدين اكيد بكره بنطل عليكم بحلقه جديده، ونشكر اكيد كل كادر العمل يلي اكيد عم يتعب لحتى تطلع حلقه صباحنا غيره، ونشكر اكيد كادر مطعم المكتب يلي استقبلنا طيله شهر رمضان. شكرا لكم مشاهدينا، انطرونا بكره بحلقه جديده، ينعاد عليكم بالخير يا رب. باي باي. Bye-bye.